بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدروس الأخلاقية. الخلق الرابع خلق الأمانة، والأمانة خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، خلق تقوم على أساسه الحياة ويتعامل على أساسه الناس. خلق الأمانة أخص وصف لأنبياء الله عز وجل، إذ هو من الأخلاق العالية السامية. والأمانة هي ضد الخيانة، والأمانة في أبسط معانيها هي كل حق لزمنا أداؤه ولزمنا المحافظة عليه. وقيل في معنى الأمانة هي كل ما افترض الله على عباده فهو أمانة، كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أداء الدين. وأوكدها أوكد الأمانات الودائع، وأوكدها كتم الأسرار، هكذا جاء في الكليات للكفوي. الأمانة كما قلت أخص وصف للأنبياء، فإن من صفات الأنبياء الأساسية مع الصدق الأمانة. والأمانة هي حفظ الله عز وجل ظواهر الرسل وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه. وقد جاء وصف الأمانة متكررا لخمسة من أنبياء الله عز وجل كما ورد في سورة الشعراء. جاء في وصفهم يقول النبي عن نفسه: إني لكم رسول أمين. جاء هذا الكلام على لسان سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب: إني لكم رسول أمين. وهو خلق يتخلق به الأنبياء ويأمرون به، لأنه من أخص أخلاق الدين. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، خلقه من أخص أخلاقه الأمانة، كما عندما تحدثنا عن الصدق غلب صدقه على اسمه حتى وصف بالصادق ووصف بالأمين صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لفرط أمانته ولمحافظته على هذا الخلق، كان أهل مكة يضعون عنده ودائعهم، لأنهم ما وجدوا أمينا بين ظهرانيهم يستأمنونه على ودائعهم، لكن ما أحسنوا التعامل معه صلى الله عليه وسلم، فكذبوه وآذوه حتى اضطروه صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر، وودائعهم عنده، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم مع أنه أخرج من بلده ومن بيته ومن ماله ومن يعني كل ما يملك، وخرج معه أصحابه، أخرجوا كذلك من بيوتهم وأموالهم وأهليهم. النبي لم يستحل ودائعهم، ولكن أبقى مكانه كما نعرف من سيرته صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، ليبيت في فراشه لتعمية المشركين عنه، ولأمر آخر ألا وهو أن يرد الودائع والأمانات التي كانت للمشركين أن يردها لأصحابها. لم يستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائعهم وأموالهم التي كانت عنده لسوء تعاملهم معه أو لتعديهم عليه وعلى أصحابه، هذا شيء وذلك شيء آخر. الأمانة لا يستحلها إلا إنسان لا يعرف للخلق سبيلا ولا يعرف للإيمان طريقة. والأمانة دليل الإيمان، كما أن خيانة الأمانة والعياذ بالله دليل النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب
وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت سبعا، سيدنا ابن عمر طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أأنت أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. هذا الكلام يكتب بمداد الذهب الذي قاله سيدنا ابن عمر. كثير من الناس للأسف الشديد يتمسحون بالعبادات التي هي حق الله عز وجل، ويفرطون في حقوق العباد، يفرطون في صدق الحديث وفي أداء الأمانة وفي حسن التعامل مع الناس، ظانين أن تلكم أو ذلكم الجانب في حسن تعاملهم مع الله يشفع لهم عن سوء معاملتهم مع الناس. انظر إلى هذا الكلام الرائع الذي قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: أنتم أكثر منا طوافا وأكثر منا صياما، ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. كلام في غاية الروعة. سيدنا الإمام الشافعي يبين لنا أن الأمانة وصدق الحديث وبذل النصيحة صفات أساسية لمن يتولى يعني أمور الناس وسياسة الناس والتعامل مع الناس. يقول الإمام الشافعي: آلات الرياسة، يعني يتقدم الناس ويتعامل معهم، وإذا كان مديرا أو رئيس شركة أو مدير مكتب أو معه ناس يعملون، فلا بد وأن يتميز بهذه الخصال الخمسة. آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، يكون صادق في لهجته، وكتمان السر، إذا جاءه أحد مرؤوسيه أو موظفيه وأسر إليه بشيء لا يفضحه بين الناس وإنما يكتم سره لأنه هو يسوس الناس، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة ينصح من معه، وأداء الأمانة. كلام في غاية الروعة. وأداء الأمانة من أخص صفات المؤمنين كما ذكرنا. الله عز وجل لما تكلم عن صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قال من جملة أوصاف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. راعون يعني مراعون، حافظون، مؤدون، لا يخونون. وللأمانة أيها الأحبة صور كثيرة، من أهمها ومن أشملها الأمانة العامة، أمانة التكاليف، ما كلفنا الله عز وجل به. الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الوضوء أمانة، الغسل أمانة، الخلوة مع الله أمانة. إذا خلى الإنسان لا يخلو بمحارم الله. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والمراد بالأمانة هنا كما جاء في التفسير أداء التكاليف الشرعية بالأوامر والنواهي، ونأتمر بما أمر الله وننتهي عما نهى الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانات هنا ما يتصل بكل ما كلفنا الله به، وهذا الأمانة بمعناها العام. وهناك أمانات خاصة
أي بمعان خاصة، منها إسناد الأمور إلى أهلها، إلى من يحسنونها ويتقنونها. إذا أردنا أن نوظف أحد في وظيفة لا بد أن يكون كفأ لها، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن إسناد الوظائف إلى غير الأكفاء دليل على أو علامة على قدوم الساعة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في مجلس يحدث الناس، فجاءه أعرابي قال يا رسول الله، يسأله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ماضيا في حديثه ولم يرد عليه، متى الساعة؟ سكت عنه رسول الله ومضى في حديثه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ من كان يسألني عن الساعة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا أسندت الوظائف إلى غير من يحسنونها ويتقنونها، ده دلالة على يعني قيام الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نجعل من يطب بالناس غير طبيب، ومن يعني يشيد للناس بنايات ليس متخصصا في الهندسة، من يعظ الناس ليس متخصصا في الوعظ، من يعلم الناس ليس متخصصا في التعليم. الأمور تفسد، لابد أن نضع الرجال المناسبين في المواضع المناسبة لهم. سيدنا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، يقول والله وظفني في المكان الفلاني علشان يعني أسوس الناس. فيقول له يا أبا ذر إنك ضعيف، مش هتنفع، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وضعيف هنا يعني ضعيف الإدارة، ضعيف الخبرة، وطبعا لا يقصد به ضعف الإيمان. أنت ما عندكش دراية، ما عندكش خبرة، تصلح في هذا الموضع ولا تصلح في هذا الموضع. أيضا من الأمانات المحافظة على الجوارح والأعضاء. اليد أمانة فلا تمدها إلى حرام، الرجل أمانة فلا تمشي بها إلى حرام، العين أمانة فلا تنظر بها إلى محرم، السمع أمانة فلا تتسمع إلى أحاديث من لا يحبون أن تستمع أحاديثهم. نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا ابن عباس لما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامره ونواهيه، أدي ما ائتمنك عليه، احفظ الله يحفظك. المحافظة على البصر وغض البصر عن الحرام. الله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة الأعين يعني مسارقتها النظر إلى المحرم، إلى ما نهى الله عز وجل عنه. والله عز وجل قص لنا يعني صورة من ممن يحفظون أعينهم، صورة الأمناء، قصة سيدنا موسى عليه السلام مع ابنة شعيب. وجاءت إلى أبيها تشهد له بالأمانة، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه قوي؟ بأنه سقى لهما. وكيف عرفت أنه أمين؟ قال وجدها يعني تمشي أمامه، وربما افتتن لأنه لا يعرف الطريق وهو يمشي خلفها، فأمرها أن تسير خلفه وأن تدله على الطريق، يعني اتجه يمينا أو اتجه يسارا إلى أن وصل. فرأته أمينا. أيضا من الأمانة حفظ الأسرار، والأسرار على قسمين، أسرار عامة وأسرار خاصة. من الأسرار العامة أسرار الناس وأسرار العمل، يعني إذا كنت في عمل، كنت في مؤسسة، وهذه المؤسسة لها تقاليد ولها أسرار، خصوصا في بعض الجهات التي ينبغي ألا يطلع أحد
على ما فيها، ينبغي أن تحفظ هذه الأسرار وينبغي ألا تخرجها، لأنه من خيانة الأمانة وخيانة العمل وخيانة الوطن وخيانة الأمة أن يبوح الإنسان بهذه الأسرار. كذلك أمانات أسرار الناس، يأتيك أحد ويشتكي إليك في أي مكان كنت، اللي احنا بنسميها أسرار المهنة. المحامي إذا ائتمنه موكله على يعني مشاكل كانت بينه وبين الناس وأباح له بأشياء ينبغي أن يكتمها وأن يحفظها. الطبيب الذي يذهب إليه الناس يتداوون، هذا يعني أسرارهم أمانة ينبغي أن يحافظ عليها. أنت أيها الواعظ أيها الشيخ، أنت أيها الواعظة، إذا جاءك من يقص عليك حكايته ويستكتمك إياها فلا تحاول أن تزيعها عنه. وهكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فإنها أمانة. يعني إيه؟ يعني يحدثك وقبل أن يتحدث يلتفت يمينا ويلتفت شمالا لكي يرى هل هناك من يتسمع أو لا، يريد أن يخصك بالحديث. إذا التفت يمينا وشمالا ليخصك بالحديث فهذا أمانة ينبغي أن تحافظ عليه وينبغي ألا تزيع. أيضا من الأمانات الأسرار التي تكون في البيوت، خصوصا بين الأزواج وبعضهم البعض، يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي المرأة إلى زوجها، هذه أمانة، حرام على الإنسان أن يزيع هذا السر. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يصبح يحدث الناس بذلك. أيضا الأمانة في المشورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. يأتيك بعض الناس ليستشيرك في شيء، لا بد وأن تنصح له ولا بد وأن تشير عليه، وإذا لم يكن لك علم بما استنصحك فيه تسكت، تقول له: أنا لا أعرف، لا أستطيع أن أنصحك، ليس عندي لك ما يعني يوضح لك اللبس الذي جئت تسألني عنه. أمانة، فينبغي أن تكون صادقا معه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا من صور الأمانة حفظ الأموال والودائع والأشياء التي يودعها عنك الناس. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه بعض صور الأمانة. ننتقل إلى الخلق الخامس بعد ذلك، ألا وهو خلق الإخلاص. والإخلاص سر بين العبد وربه، اختلفت أقوال أهل العلم وأهل الفضل في بيان معنى الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام في معنى الإخلاص: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضر دنيوي. هكذا قال الإمام العز بن عبد السلام. مرة تانية نبين هذا المعنى: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. أقف مع هذا التعريف عشان يتضح لنا. أن تفعل الطاعة لله وحده، لا تريد بها محمدة الناس ولا تريد أن تستجلب منفعة دنيوية، يقول لك: آه ده بيصلي وصلاته كويس، لا ده تقي، لا ده كذا. لا، صلي لله، صلي لله. أن يفعل الطاعة خالصة، لا يريد تعظيم من الناس، ثناء الناس ولا توقير ولا جلب نفع ديني. أقول لك: والله ده تقي، لا ده كذا. لا، من أدى عبادة لا تؤدى لله وفي نفسه شيء من ذلك فهو في الحقيقة هنا ليس مخلصا. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. يعني إيه؟ لا تفعل إلا لله ولا تترك إلا لله
ولا تتكلم إلا لله، ولا يعني تؤدي طاعة إلا لله، ولا تجتنب معصية إلا لله، لله، من أجل الله. وقال سيدنا إبراهيم ابن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله، صدق النية. والإخلاص هنا المقصود به أن يكون عملك لله، أن يكون عملك لله. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه. قال الفضيل في هذه الآية، في قوله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي، سورة تبارك، تبارك، يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل: ما هو أحسن العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو العمل الحسن؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون موافقا لسنة رسول الله. هذا حسن العمل، أن يكون لله، هذا الإخلاص. الصواب أن يكون موافقا للسنة. وقطعا هذا مراد به العمل الديني البحت، اللي هي الطاعات. الإخلاص في الإيه؟ الإخلاص في الطاعات. فمن عمل عملا دخلت فيه، في نية الإنسان وفي قصده، عمل يعني ديني أو دنيوي يقصد به وجه الله عز وجل، وتداخلت في نية الإنسان إرادة ثناء الناس أو مدح الناس أو جلب منفعة أو دفع مضرة، حينئذ يعني هذا العمل مردود على صاحبه. الله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله لا يحب من العمل إلا ما كان خالصا. وهذا ما أشار إليه ربنا جل وعلا في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قطعا حديث أول من يعني تسجر بهم النار يوم القيامة، حديث الشهير المروي في الصحيح، أن ناسا أدوا جلائل الأعمال لكن لغير وجه الله. فهناك من قاتل في سبيل الله يعني واستشهد، لكن لم يكن نيته أن تكون كلمة الله هي العليا، لم يكن يعني مقاتل لهدف سامي، وإنما كان ابتغاء المحمدة وابتغاء الشهرة. وهناك من أنفق لا يقصد أداء ما استوجب الله عز وجل عليه أو مخلصا لله عز وجل. وهناك من قرأ أو علم لكن لا يقصد بهذا القراءة أو بهذا العلم وجه الله عز وجل، وإنما أراد محمدة الناس. هذا والعياذ بالله يعني عمله مردود عليه. وقطعا ننقل صورة مما كان عليه أهل العلم. انظر إلى الإمام الشافعي بجلالة قدره واتساع علمه، يقول فيما أسر عنه: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم
يعني قرأوا كتبه وأخذوا منها ونهلوا منها على ألا ينسب إلي منه شيء. بقول أنا نفسي الناس يتعلموا العلم ده اللي عندي اللي أودعته كتبي ولا ينسبون إلي منه شيء، أكون نكرة معه، مع أنه هو الذي كتب وهو الذي ألف وهو الذي قعد، يعني أول من وضع قواعد علم كبير من علوم الشريعة علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه القيم الرسالة، أول من قعد لهذا العلم، وكل من جاء بعد الإمام الشافعي عيال عليه في علم أصول الفقه. يقول وددت أن الناس يتعلموا هذا العلم ولا ينسبون إلي منه شيء. هذا الإخلاص الذي كان عند إمامنا الإمام الشافعي، عند إمامنا الإمام مالك، عند إمامنا الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الليث ابن سعد، الأئمة الكبار هؤلاء، الإمام النووي رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الأئمة، لأنهم كانوا مخلصين فيما كتبوه وفيما دونوه وفيما علموه، زاع صيتهم وانتشر علمهم في الآفاق لإخلاصهم رضوان الله تعالى عليهم. ومن علامات الإخلاص أيها الأحبة، ينبغي أن يعني يستحضر العامل مشاهد 5 أو 6 عندما يعمل العمل ليكون مخلصا. أول مشهد من هذه المشاهد الإخلاص، أن يكون الحامل والداعي له إلى الطاعة ابتغاء وجه الله، يعني اعمل العمل لله. المشهد الثاني الصدق والنصح، أن يكون صادق ناصح. المشهد الثالث المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الرابع مشهد الإحسان والإتقان، مشهد المراقبة، أن يعبد الله كأنه يراه. المشهد الخامس مشهد المنة من الله، لأنه هو الذي وفقه وهو الذي أخذ بيديه وهو الذي أقامه، يعني ما يقدم الواحد منا عملا إلا ويشهد منة الله فيه. مثلا أنا أجلس بين أيديكم الآن، هل هذا بحول مني، بقوة مني، بقدرة مني، بعلم عندي؟ أبدا، هذا من فضل الله ومن منة الله. أنت تسمع هذا الكلام الآن وتدارسه، هذا بقدرتك، هذا بقوتك، هذا بحولك وطولك؟ لا، هذا بتوفيق الله عز وجل لك. فلتقل الحمد لله، كما أسأل الله أن يحملني وأن يوزعني أن أقول الحمد لله. فالحمد لله الذي أقامنا في طاعته، فنشهد منة الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا من المخلص. أيضا المشهد السادس مشهد التقصير، مهما تبالغ في أداء العمل اتهم نفسك بالتقصير، قل لو أحسنت، لو جملت، لو كان كذا لكان كذا، أن تشهد التقصير في أداء الأمر، في اجتناب النهي. نعم، لأنك لو شهدت التقصير في أداء العمل تحاول أن تتجنب التقصير فيما يستجد لك من أعمال، فتزكو أعمالك وتزيد طاعاتك ويذهب عنها النقص بفضل الله عز وجل. فالإخلاص والصدق والمتابعة والإحسان والمنة والتقصير لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. قلب حي يكون مخلصا، يكون صادقا، يكون متابعا، يكون محسنا، يشهد المنة ويعترف بالتقصير. طبعا هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قصة سيدنا أويس القرني لما جاء إلى سيدنا عمر فقال له سيدنا عمر استغفر لي، فاستغفر له، فقال له سيدنا عمر أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني نكتب هناك إلى أمير الكوفة يحسن استقبالك ويحسن وفاتك ويقوم على أمرك. فماذا قال له؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. هيقولوا أويس راح وأويس جاء وأويس وصل وأويس راح، لا،
أكون في غبراء الناس، يعني أكون في جملة الناس، هذا أحب إليه. كان هذا الصنف من الناس كانوا يحبون يعني الستر، ويحبون التعمية، ويحبون الخفاء، يستخفون بأعمالهم ويستخفون بأحوالهم. يعني إحنا ابتلينا الآن بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أفسدت علينا كل شؤوننا، فالإنسان منا للأسف الشديد يعني لا يأتي أمرا إلا ويصور نفسه، يذهب يعتمر والله، يعني يروح واخد لقطة جنب الكعبة وهو في الكعبة، يروح يعمل حاجة يجد لقطة هنا ولقطة هنا ولقطة هنا. أين الإخلاص يا أحبة؟ إحنا يعني أهلكتنا هذه المصادر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. قال حمزة بن دهقان: قلت لبشر بن الحارث، قلت لبشر ابن الحارث: أحب أن أخلو معك. قال: إذا شئت فيكون يوما. واحد بيقول لسيدنا بشر بن الحارث، اللي هو بشر بن الحارث الحافي، سيدنا بشر الحافي أحد الأولياء وأحد الصالحين، واحد يقول له: أنا عاوز أكون معك، أريد أن أصحبك وأصاحبك. فقال يعني سيكون هذا يوما. قال الرجل اللي هو حمزة بن دهقان: فرأيته دخل قبة، يعني دخل مكان يصلي فيه، فصلى فيها 4 ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها، فسمعته يقول في سجوده وهو ساجد، كنت قريب منه: اللهم إنك تعلم من فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. فلما سمعته أخذني الشهيق، يعني بكى والبكاء، فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم. أرأيت؟ الفقر أحب إلي من الغنى، الذل أحب إلي من الشرف، ما هذا؟ أن يكون نكرة بين الناس. ثم قال هذا بصوت فيه نوع من المناجاة، فسمعه هذا الرجل الذي يريد أن يصحبه فبكى، وبكاءه طلع عالي لأنه يعني استصغر نفسه، ما هذا الذي أراه؟ فقال: اللهم إنك تعلم لو أني أعلم أن هذا يسمعني ما تكلمت. إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد. هذا هو الإخلاص. ثمرات الإخلاص سريعا سريعا: الثمرة الأولى مغفرة الذنوب وجلب رضوان الله عز وجل، المخلصون مغفور لهم. النصر بإذن الله، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الإخلاص سبب للنصر، وهذه الأمة ما تنصر إلا بإخلاص رجالها الذين يحملون رايتها. أيضا الإخلاص فيه حفظ من الشيطان. قال ربي: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص، وفي قراءة: الإخلاص سبب للنجاة من مهالك الشيطان، الإخلاص سبب لتفريج الكربات والهموم والغموم، الإخلاص سبب لنيل الشفاعة، الإخلاص يظهر سيم الصلاح على وجوه أصحابه. المخلصون تقرأ الإخلاص في وجوههم كما قال ربنا: سيماهم في وجوههم، تراه متواضعا، تراه خلوقا، تراه مؤدبا، تراه يهضم نفسه، تراه يتراجع، تراه لا يتقدم،
ترى كل يعني صفات الجمال والكمال والروعة في المخلصين الذين يتخفون ويختفون من الناس ولا يستعلنون بأنفسهم. آخر سمة من صفات من سمات المخلصين النجاة من المهالك. الله عز وجل يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان مخلصا نجاه الله من المهالك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظنا من السوء ما ظهر منه وما بطن. آمين آمين. الصفة السادسة من الصفات التي نتحدث عنها من الخلق العظيم من الأخلاق موسوعة الدروس الأخلاقية، العدل. والعدل قيمة عظيمة، العدل قامت عليه السماوات والأرض، خلق الله عز وجل الخلق وأقامهم على العدل كما قال ربنا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يتكرر الميزان مرات عديدة في القرآن الكريم، لأنه على أساسه قامت السماوات والأرض، ولأن العدل هو التسوية بين الناس. العدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه من الأقوال والأفعال بغير تفرقة أو تمييز أو محاباة. والعدل قيمة قديمة من قيم البشرية دعت إليه كل الأديان الإلهية. الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أيضا يقول ربنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله عز وجل يؤكد لنا هذا المعنى في كثير من مواضع القرآن الكريم، والتي منها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان والعدل والقسط والتسوية بين الناس في الحقوق والواجبات مطلب أساس وخلق من أخلاق الناس قديما وحديثا. الله عز وجل يقول لنبيه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. والعدل ينبغي أن يكون يعني له صور عديدة، أن يكون مع نفسك، أن تكون عادلا مع نفسك، أن تكون عادلا مع أهلك، أن تكون عادلا مع أصدقائك، أن تكون عادلا مع أسرتك كما سنبين بعد قليل. والعدل يكون مع الجميع، كمع من تعرف ومن لا تعرف، كما قلنا في الصدق وكما قلنا في الأمانة وكما قلنا في الرحمة ينبغي. ولذا الأخلاق في الإسلام ليست أخلاقا يعني عنصرية ولا أخلاق مع ناس دون ناس، لا، قيمة القيم ينبغي أن تكون شاملة لكل الإنسانية لكل البشرية. أنت متصف بالصدق مع كل الناس، أنت تتصف بالأمانة مع كل الناس، أنت تتصف بالعدل، أنت عادل مع كل الناس كما قال ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغض أقوام على ألا تعدلوا معهم، لا، اعدلوا، لأن العدل قيمة في حد ذاته. أمر النبي بالعدل وأمر أصحابه بالعدل. النبي أمر أصحابه بالعدل، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا
وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. أيضا سار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج النبوي. هذا سيدنا عمر يقتص للرجل القبطي الذي ذهب إليه من مصر هنا إلى المدينة يشكو إليه ما وقع عليه من حيف من ابن سيدنا عمرو ابن العاص، فيعدل سيدنا عمر ويرد للقبطي الذي لم يكن مسلما، يرد له حقه. ثم رغم النبي في إقامة العدل بين الناس بأكثر من أسلوب، منها مضاعفة الثواب. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لعمل العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله 100 عام أو 50 عاما. أيضا منها أن يظل في ظل الرحمن يوم القيامة، 7 يظلهم الله في ظله، ذكر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ذكر في أولهم الإمام العادل. والإمام العادل هنا يعني أي إنسان يقيمه الله عز وجل بين مجموعة من الناس فيعدل بينهم. ينطبق على هذا على من اتسعت دائرة ولايته أو ضاقت، بدءا من الإمام الأول إلى من يتأمر حتى على مجموعة. أنت في إدارة من الإدارات أو في مصلحة من المصالح أو حتى في قسم من الأقسام، هناك مجموعة من الناس ينبغي أن تعدل بينهم. وينطبق عليك هذا الحديث: إذا عدلت بين الناس يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه كثير من الناس يفهم الإمام العادل يعني الإمام العظمى، لا، كل من والله والله عز وجل ولاية ينبغي أن يعدل فيها. أيضا من فضائل أو من الأساليب التي حسن بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على التزام العدل أنه ينجي من المهالك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات و3 مهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط. والقول بالحق هنا يعني العدل، يعني يعدل ولا يظلم. رابعا استجابة الدعاء، من أساليب الحس على أن يعني ينبغي أن نلتزم العدل أن العادل يستجاب دعاؤه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم. قال: الصائم حتى يفطر، قال: والإمام العادل. وأيضا ما نقول هنا في الإمام العادل في أيضا في 7 الذين يظلهم ما قلناه قبل قليل. أي إنسان يتولى ولاية اتسعت أو ضاقت ينطبق عليه هذا المعنى. القرب من الله ومحبته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي شيء يوليك الله عز وجل فتعدل، الله عز وجل يجعل هؤلاء على منابر من نور على يمين الرحمن. إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. البعد عن النار والفوز بالجنة أيضا من أساليب الترغيب في العدل. الأمن من عذاب الله عز وجل. طيب ما هي مجالات العدل؟ مجالات العدل كثيرة. عدل الإنسان مع الله عز وجل بأن يؤدي ما أمره به وأن يجتنب ما نهاه عنه. وأعظم ما أمرنا الله به الإيمان به وتوحيده وتصديق أنبيائه ورسله عز وجل. عدل الإنسان مع نفسه بعدم الغلو في ممارسة العبادات، لا يشق على نفسه وإنما يتوسط: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الزور يعني الزائر الضيف. فأعطي كل ذي حق حقه. عدل الإنسان مع غيره، وهذا يشمل أشياء كثيرة. عدل الإنسان في الأسرة، والأسرة جانبان. الأسرة هنا إما زوجات الإنسان الذي يتزوج أكثر من زوجة ينبغي أن يعدل بينهن، ومن كان له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهن جاء يوم القيامة كما ورد في الحديث وشقه مائل، يسأل عن حيفه وجوره وظلمه. أيضا العدل بين الأولاد،
في كل شيء، في العطية وفي النفقة وفي الحب وفي الشفقة وفي التربية، لا بد أن يعدل بين جميع الأولاد، العدل مع الخصوم. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى مع خصمك لا بد أن تعطيه حقه. وطبعا احنا في نماذج يعني عاشها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وضربوا لنا بها المثل، منها هذا النموذج الذي كان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، حيث ورد أنه تنازع مع يهودي في قضية، فرفع الأمر إلى سيدنا عمر ليقضي بينهم، فمثل أمامه، يعني وقف الاثنين أمام سيدنا عمر، فماذا قال سيدنا عمر؟ فوجه الكلام إلى سيدنا علي فقال له: قف يا أبا الحسن، قف يا أبا الحسن. فظهر الغضب على وجه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: أكرهت أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ يعني قال له: أنا شايف عليك أن تزعلت لما بقول قف يا أبا الحسن. قال سيدنا علي: لا والله، ولكن كرهت منك أن عظمتني في الخطاب ولم تصنع مع خصمي مثل ما صنعت معي. أنا زعلت عشان قلت يا أبا الحسن، وناداه يا أبا الحسن هنا، هذه كنية، ومن إكرام الإنسان أن تناديه بكنيته، تقول يا أبا محمد، يا أبا أحمد، يا أبا علي، هذا نوع من الإكرام. فهنا نادى سيدنا عمر سيدنا علي، بدل ما يقول له قف يا علي قال قف يا أبا الحسن. وعندي اليهودي ناداه باسمه، قال له: لا، أنت ما سويت بيننا، ناديتني بالكنية ففيها نوع من الإكرام، أنا هذا هنا مجلس القضاء، مجلس الخصومة، تقول يا علي وتقول للرجل باسمه، تقول لي قف يا أبا فلان تقول للرجل قف يا أبا فلان، التسوية. زعل سيدنا علي لأن القاضي سيدنا عمر يعني فرق بينهما إلى هذا الحد. نعم، إلى هذا الحد. نفس الموضوع أيضا مع سيدنا علي، روي أنه فقد درعه فوجدها عند رجل مسيحي، فقال: هذه درعي. سيدنا علي قال له: يعني هذه لي؟ فقال الرجل: هي لي. قال: بيني وبينك قاضي المسلمين شريح. شريح القاضي قال له: أنا نحتكم إلى القاضي. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال علي رضي الله عنه: هذه درعي، ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول أيها الرجل، يعني المسيحي؟ قال: ما أكذب أمير المؤمنين، الدرع هي درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده، فهل من بينة؟ القاضي هنا بيقول هذه الدرع مع الرجل المسيحي، وانت هنا لابد ان تكون لك بينه، حتى مع ان سيدنا علي كان اميرا للمؤمنين. فقال له القاضي: انا هذه هو يملكها، يعني هو واضع اليد، وانت جئت تدعيها، لكي نخرجها من يده اللي هو واضع يده عليها لابد من بينه، هل لك من بينه؟ فقال سيدنا علي: ليس لي بينة، ليس لي بينة. فحكم القاضي بأن الدرع تكون لهذا الرجل المسيحي. هنا الرجل قال: أقف مع أمير المؤمنين في حضرة قاضيه فيطلب منه البينة، يعني سيدنا علي صادق، كان المفروض يقول له يعني يكذب هذا الرجل لأنه نكر من الناس بغض النظر عن من هو يكون، لكن هنا قال له: هي واضع اليد، إن ننزحها من يده لابد من بينة، هل عندك بينة؟ قال له: لا. فقال: لا، لا أحكم لك. فقال الرجل المسيحي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه درعك يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: أما إذ أسلمت فهي لك، وأعطاها له. هذا نموذج لمدى العدل، العدل والمساواة في المعاملات المالية والمادية، نعطي الناس حقوقهم، العدل في أداء الشهادة. نعم، كما قال ربنا: وإذا قلتم فاعدلوا
ولو كان ذا قربى. عندما تشهد تشهد للقريب إن كان معه الحق، وتشهد عليه إن لم يكن معه الحق. العدل والمساواة مع كل الناس، مع المسلم وغير المسلم. يقول ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دير أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدل معهم. وهكذا تتعدد صور العدل في شريعة الإسلام ليتبين لنا أن العدل قيمة أساسية وخلق من أخلاق الإسلام العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل في أخذنا وعطائنا وفي معاملاتنا، وأن يجعلنا من أهل العدل، وأن يعاملنا في الآخرة بفضله، وأن يتجاوز عنا وعن تقصيرنا. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.